بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي أوريكم بس طريقة كده، طريقتي في غسيل الستاير. طريقة سهلة جدا وبسيطة وهتخلي معاك الستاير زي الفل. يلا بينا حبايبي هنشوف مع بعض كده. دي كده أنا فكيت بقى الستاير. هنبدأ أول حاجة اللي أنا هشيل بقى دول كده اهوت. طبعا أنا فك أنا شايلهم كلهم بس خليت الستارة ديت عشان اوريكم. دول كده بتشيليهم ما بتغسلوش بيهم، يعني بتحطيهم بقى كده في حاجة كده لوحديهم عشان لما تيجي بعد الستائر ما تغسليها تبدأي انت بتركبيهم تاني كده. فانا دلوقتي بقى هكمل هفك بقيتهم كده ونرجع تاني. كده حبايبي بعد ما شلت الدبل كده منها من الستارة هسيبهم بقى كده على جنب. نيجي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هبدأ بقى دلوقتي هنحتاج مع بعض كده اي طرح بقى عندك اللي هي الطرح الطويلة اهيت، اي حاجة بقى عندك كده اهوت. فهنبدأ ان انا اجيب الستارة وابدأ بقى دلوقتي ان انا ايه المها كده مع بعضيها، لان هي مش هنغسلها كده اهوت وهي زي ما هي كده عشان الشريط ما يروحش ويجي كده معانا وتبقى الغسيل بتاعها تبقى سهلة. فدلوقتي بقى انا هلمها كده مع بعضيها كده اهوت وبعد كده ايه نربطها بالطرحه. كده حبايبي هبدأ بقى انا هجيب الطرحه دي كده كده حبايبي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ اول حاجه قبل ما احطهم بقى في الغساله واظبط البرنامج عليها، فدلوقتي عشان بس التراب، طبعا احنا عارفين اللي هي لما بتبقى الستائر متعلقه فتره كده على الحيطه الشريط دوت بيلم تراب والستاره. فانا دلوقتي هعمل بس حاجه، دلوقتي اخد بقى الستاره دي دلوقتي احطها بقى في كروانه كده في الحمام فيها ميه نظيفه. ف دلوقتي بقى عشان انزل التراب ده هوت اللي موجود في قلب الستاره، بعد كده احطها بقى ايه اللي انا اسيبها حبه كده تصفي ميتها وبعد كده احطها بقى في الغساله واضيف لها المسحوق وابدا بقى اللي انا ايه اشغل الغساله عليها. يبقى كده هي حتى لما تيجي تتغسل في قلب الغساله هتاخد الدوره كده بتاعتها بتاعت الغسيل بميه نظيفه بالمسحوق وكده، فهتطلع معاكي الستاير زي الفل. لا ويلا بينا حبايبي بقى كده كده انا هروح بقى الحمام. كده حبايبي دلوقتي بس انا ايه انا بعمل الخطوه ديت بس عشان ايه اوريكم بس حاجه. انا طبعا انا جايبه لكم الستاير قبل ما اعمل فيها اي حاجه خالص عشان بس شايفين بس الميه بيبدا بقى ايه بتبدا اي تراب موجود في قلب الستاير بتبدا ان انت بتنزليها الاول كده اهو كويس جدا، يعني بتحاولي ان انت تعمليها كده ايه الحركه دي كده بايديكي عشان تنزلي اي تراب موجود في قلب الستاير بس كده اهو. وببدا بقى ان انا ايه كده هقفل بقى الميه. شايفين الرابطه دي؟ دي بقى عشان ايه بتخلي مجموعة الشريط دي كده كلها مع بعضيها ما تقعديش ما تعزكيش في الغسيل يعني. طبعا انا بقى هعمل الخطوة دي في كل السجاير شايفينها معايا. دلوقتي بقى انا قلبة القعدة بتاعت الحمام وهسيبها كده اهوت لحد ما تصفي ميتها، والميه دي هكبها واحط ميه تانيه وابدا اعمل نفس النظام في كل ستاره ستاره كده هعملها ايه بالطريقه ديت. وبعد كده بقى ايه نبقى نحطهم في الغساله.
كده حبايبي، انا بعد ما شطفت الستاير كده من التراب حطيتها على قاعدة الحمام كده لحد ما صفت ميتها خالص. دلوقتي بقى انا هنقلها بقى على الغسالة، ويلا بينا حبايبي. كده حبايبي، بعد ما صفيت الستاير كده كويس من المية، حطيتها بقى في قلب الغسالة، وهنا حطيت بقى المسحوق. هبدأ بقى ان انا اشغل الغسالة عليها واسيبها بقى لحد ايه ما تاخد الدورة بتاعتها كده اهوت وتخلص خالص. وبعد كده بقى ايه اخد بقى الستارة وافك الطرحة منها، وابدأ بقى ان انا ايه انشرها. بس كده حبايبي، ده كده كان الموضوع كده النهاردة. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه فعلا. ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مرة، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم، يا ريت اللي انتوا تدعموني بالاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة. كان معاكم حنان الوراقي وندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده بقى نشغلها. ماشي، ما انا بننهي بس عشان ايه. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.